على قريب كنا مغاربة الحمد لله وأنا ما باغيش نهضر في هذه لأن كان كعاف حالك داك الشيء. علاش حنا كنا مغاربة الحمد لله، وإلا كان شي حاجة باغينها زعما أي هذاك الشيء عندهم الحق فيها خاصهم يطالبوا بها. أنا بوغ الناس اللي عندهم الناس ديال الحسيمة وداك الشيء عندهم شي مطالب يطالبوا بها، حقهم يطالبوا، شي حاجة باغينها حقهم يطالبوا بها، ولكن كنا مغاربة الحمد لله. مزيان الانسان يطالبوا الناس بحقوقهم، يطالبوا بالاشياء اللي هي منطقيه ومعقوله، ولكن الاشياء كتجيب حب البلاد وحب الوطن بدون زيكزاك، بدون، لان احنا مغاربه حبنا لهذه البلاد راه لا يوصف. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه البلاد ويحفظ شعبنا ويحفظ ملكنا ويحفظ جميع المغاربه في جميع المناطق في المغرب. حنا المغرب راه الحمد لله بالنسبه لدول اخرى وبالنسبه لاشياء اخرى اللي تنشوفوا كيف دايره، راه المغرب سيدي ربي سبحانه وتعالى حفظه. ونتمنوا من الله انه نتعاونوا كلنا بيناتنا، انه يد وحده راه ما كتصفقش، لا بد ما نتعاونوا جميع، نتعاونوا من الدار للمدرسه للجامع للشارع للاعلام لأي هاد الأشياء كلها لازم نتعاونوا بيناتنا باش نزيدوا بهذا الركب الجميل وهاد البلاد الطيبة. شوف أنا من اللي بديت الراب وأنا كنهضر على هاد الشيء اللي واقع ويمكن سبقت الأحداث، فهمتيني؟ إلا رجعتي بعض الأغاني ديالي هضرت، حيت فاش كتكون ضرك شي حاجة كتبقى تهضر. شوف راه فيا الجوع، كدوز شويه ما سمعتونيش، هي راه فيا الجوع ما سمعتونيش، راه نولي نغوت فيا الجوع، فهمتيني؟ انا كنغني ديك المعاناه هذيك كنغنيها، واحد اخر ما كيغنيش، واحد اخر غادي يخرج للزنقه وغادي غادي يهضر على المعاناه ديالو. فهادشي هذا عادي، غير هو ما خصوش يخرج على ما خصوش يتوجه لواحد الطريق اخر واحد المنحى اخر باش نحافظوا على البلاد ديالنا، لان كاين شي وحدين عساسين غير على شي 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 فتنه تنوض ولا شي حاجه باش يركبوا عليها، فهمتيني؟ وعندهم هما مصالح اخرى، المواطن كيهضر على المعيشه ديالو ولا شي حاجه، ولكن الناس اخرى عندها شي اهداف اخرى غتستغل ذاك المواطن اللي هو في واحد الحاله ديال الغضب يمكن ولا هذاك، غيستغلوه غادي يوظفوه في واحد الحاجه اخرى اللي كونترا البلاد. انا كمغربي وكولد الشعب، لان انا كابر في حي شعبي ولد الشعب من الطبقه المتوسطه السخفانه، يعني من الطبقه اللي قريبه للفقر، ما يمكن لي ان نتضامن مع المغاربه اللي مهمشين فين ما كانوا، يكونوا في الريف ولا في الجنوب ولا في الاطلس ولا فين ما كانوا. المنطقه ديال الريف فعلا شفنا هادشي اللي وقع مؤخرا، داكشي حتى واحد ما كيبغيه، لان حنا كنبغيو البلاد ديالنا تكون امنه مستقره هذا، ولكن في نفس الوقت مصدامين مع المطالب ديال هاد الناس، لان المطالب ديالنا كاملين حنا كمغاربه، كلشي باغي الشغل، كلشي باغي التعليم، كلشي باغي الصحه، كلشي باغي يعيش واحد المجتمع اللي كيوفر واحد الراحه. حنا الحمد لله المغرب دولة ديال المؤسسات، وشفنا الرد ديال صاحب الجلاله على لسان الرئيس الفرنسي، يعني ان شاء الله كنتمنوا غير الخير، هذا هو اللي كاين.